ما معنى الآية بتقول أنا قلت إنكم آلهة؟ إن إحنا صرتوا، بس مش آلهة بمعنى إن إحنا نقدر نخلق. اللي عايز يبقى إله يورينا شطارته يخلق، ماشي؟ يورينا شطارته. لكن آلهة كده أوانطة. بص هديكم مثلا، ربنا زمان قال لموسى إيه؟ جعلتك إلها لفرعون، صح؟ هل بعد كده بقى لقب موسى في الكتاب المقدس الإله موسى؟ كان حتى لغاية ما مات راح لربنا ظهر ليشوع وقال له موسى عبدي مات. موسى نفسه لما وقف قدام فرعون ما قالوش خلي بالك أنا ربنا رقاني بقيت إله. جاتش على باله. جعلتك إله لفرعون. ده عندكم سيدنا أنبا ديفيد لو جاب شاب كده حط ايده عليه وقال له دعوتك قسيس بقى قسيس. طب ده ربنا بيقول لموسى دعوتك اله. ومع ذلك هو فاهم موسى ان دي مجرد نوع authority، ان انا هخليك ليك سلطان على فرعون وهارون اخوك نبيك عشان يوصل الكلام.